اوكي، السلام عليكم. كنا في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الماثيماتيكال اوبريشنز، ازاي ان انا اجمع رقمين واطرح رقمين واضرب واقسم. وفي الفيديو اللي بعديه على طول كنا عرفنا ازاي ان احنا ناخد داتا من اليوزر واعمل عمليه حسابيه على الداتا دي. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن ازاي ان انا اعمل ايه هم اصلا الانكريمنت والديكريمنت بالعربي كده او بالفصحى يعني او بالترجمه الحرفيه. الانكريمنت اللي هو ان انا بزود، والديكريمنت ان انا بنقص. في اتريبيوت او في سينتاكس انا بكتبه على فاريبل معين اسمه بلس بلس. يعني انا لما انده على فاريبل معين واقول له بلس بلس، ده معناه في الكومبايلر هو بيترجمه ان هو بيزود واحد على الفاليو دي. طب لو قلت له قبليه ماينس ماينس او بعده ماينس ماينس، برضه يا اما بينقص واحد في الفاليو دي. فاحنا ان شاء الله هنعرف في الفيديو ده ازاي نعمل الديكريمنت والانكريمنت. تعالوا نشوف الكلام ده في الكود بيقول ايه. طيب، ده كان اخر حاجه احنا كنا وصلنا لها، ان هو الراجل ده بيعرف اتنين فاريبل وبيطبع رسالتين وبيقول له هات الداتا الاولانيه الرقم رقم واحد، وبعد كده يطبع الرساله التانيه وهات الداتا التانيه في رقم اتنين واجمع الرقمين على بعض. خلينا ناخد الكلام ده كومنت عشان احنا مش محتاجينه دلوقتي، خلاص يعني كل مشروع كده نخلصه ونبدا ان احنا نعمل عليه كومنت. لما بعمله كومنت او بشيله، هو كده بيهيش الكود. يعني بيهيشه يعني بيخليه ان هو ما يبانش في الرن. تمام. طيب خلينا حتى نمسحه، يعني احنا مش محتاجين الكلام ده، وخلينا نمسح برضو الكود اللي تحت خالص زي الفل. طيب دلوقتي احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعرف فاريبل وليكن مثلا اكس، ونقول له والله انت اكس بلس بلس، ونطبع النتيجه اللي طلعت دي. ايه الفرق ما بين لما قلت له اكس بس والفرق لما قلت له اكس بلس بلس؟ هنشوف الفرق ده في الكومبايلر وهنعرف ايه هي الايه الانكريمنت معانا. طيب خلينا في الاول حاجه ابدا ان انا اعرف انتجر اسمه اكس بالشكل ده، وكده انا عملت كده انا عملت له حاجه اسمها ديكلاريشن او تعريف. لكن لما اقول له انت الاكس ده بتيكوال مثلا 4، كده انا عملت حاجه اسمها انيشياليزيشن. انيشيال يعني انا بدي له فاليو، بدي له انيشيال فاليو، يعني انيشيال فاليو يعني بدي له داتا وهو داخل الابلكيشن بتاعي، هو داخل معاه 4. تمام. اوكي، تعالى نعمل كده عمليه، نعمل امر طباعه، نقول له اطبع لي الاكس ونعمل رن. هو ايه اللي هيطلع دلوقتي؟ ان هو هيطبع كلمة 4 او هيطبع رقم 4. طيب نعمل رن، فالراجل فعلا زي الفل وقال لي 4. طيب تعالوا نعمل امر طباعة تاني، بس هقول له قبلها او هقول له بعدها اكس بلس بلس، يعني هحط 2 بلس، فهقول له اكس بلس بلس بالشكل ده. ايه اللي المفروض يطلع؟ المفروض ان هو هيزود 1 على 4. تعالوا نشوف الرن كده. اوكي، هو دلوقتي ايه اللي حصل؟ دلوقتي هو طبع 4 وبرضه طبع 4 تاني. هو مش الاكس بلس بلس ده احنا اتفقنا ان هي بتزود واحد؟ ماشي، هو حرفيا هو او يعني هو فعلا عمل كده، يعني هو فعلا زود على الاكس واحد. هي دلوقتي ب5، بس هو دلوقتي طبع لي 4. طب ايه اللي حصل؟ هو شال الـ4 وزود واحد عليها خلاها 5، بس هو طبع امر الطباعه، يعني طبع الاكس الاول بعد كده قال له بلس بلس، يعني قال له اطبع الـ4 ثم زود واحد. فهو حاليا طبع 4 بس هو دلوقتي هو 5، يعني هو دلوقتي هو شايل 5. خليني عشان اتاكد ان ده فعلا مظبوط هطبع الاكس تاني. فلما يطبع الاكس تاني كده هو بيطبع ايه؟ بيطبع اخر فاليو هو كان وصل لها. يعني انا كنت في الاول 4، قلت له زود لي واحد، تمام، فبقت 5. بس انا قلت له اطبع الاول اللي هي اكس، قلت له بلس بلس بعدها، فهو زود على 4 واحد، بس هو مازال 4. لما قلت له اطبع الاكس تاني في ثالث سطر، ده معناه ان انا بقول له هات لي اخر فاليو كانت موجوده فيه الاكس، والديفولت او اللي المفروض يطلع دلوقتي معانا هو ان هو يطبع 5. تعالوا نعمل رن كده. ففعلا ده اللي حصل، 4 4 5. طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ يعني انا هنا قلت له اول حاجه اطبع لي الاكس، في الحاله دي لو عملنا كومنت كده المفروض ان الفاليو ب4. طيب هنا لما قلت له اكس بلس بلس، ايه اللي حصل؟ هو طبع الاكس الاول ثم قال له بلس بلس، فهو هنا طبع 4. تمام، بس المفروض الفاليو دلوقتي ان الاكس بتكوال 5، لكن هو طبع 4. هنا لما قلت له اطبع الاكس، هو راح شاف اخر فاليو كانت متخزنه عليها الاكس اللي هي كانت ب5، فراح طابع قال لي 5. حلو، يبقى انا دلوقتي لما قلت اكس بلس بلس هو الراجل طبع الاول بعد كده راح مزود واحد. طب كيس ان انا عايز ازود الاول بعد كده اطبع، في الحاله دي انا بحط البلس بلس قبل الاكس. فهاجي هنا هقول له لا، اجمع لي الاول واحد بعد كده اطبع الاكس. فالمفروض دلوقتي ان هو يشيل الـ4 دي ويخليها 5.
نعمل رن كده. ففعلا ده اللي حصل، قال لي 4، بعد كده زود الواحد بالبلس بلس، بعد كده طبع الاكس اللي هي كام، اللي هي 5، بعد كده طبع اخر فاليو اللي هي 5. يبقى ده كده الانكريمنت. لو الاكس، لو البلس بلس جت بعد الاكس بيزود واحد، لو البلس بلس جت بعد الاكس يبقى هو هيطبع الاكس الاول بعد كده يزود واحد، لكن لو البلس بلس جت قبل الاكس يبقى هو بيجمع بيزود واحد الاول بعد كده بيطبع الاكس. طيب ده كده كله كان ايه؟ ده الانكريمنت. تمام، يبقى انا كده بزود. طب تعالوا نشوف كده الديكريمنت بقى اللي هو الماينس ماينس. تمام، دلوقتي اخر فاليو كانت في الاكس كام؟ كانت 5 اللي هي الاخيره دي. تعالوا كده نقول له اطبع لي الاكس ماينس ماينس. خد كده 3 ثواني وفكر في الاوتبوت اللي ممكن يحصل. احنا قلنا ان الاكس لما بقول له الاول هو هيطبع بعد كده ينقص. تمام، فالمفروض ان الديفولت فاليو اللي تطلع دلوقتي هي كام بالظبط؟ هي 5. فلما نعمل رن كده فالراجل برضو طبع لي 5، فهو طبع 5. تمام، بس هو فعليا هو نقص واحد، يعني قال له اكس بتساوي دلوقتي بقت 4، فهو طبع الاول بعد كده طرح من ايه، من الاكس واحد بالماينس ماينس، ف طبع الاول فطبع 5. طب لو جيت انا قلت له اس اوت اطبع لي بقى الاكس دلوقتي، انا كل مره بقول له اطبع لي الاكس هو بيجيب اخر فاليو كانت موجوده فيه، فالمفروض ان هو دلوقتي يطبع لي 4. تعالوا نعمل ران كده. فاللي حصل فعلا بالشكل ده ان هي اخر فاليو طبعت لي ب4 بالشكل ده. يبقى انا كده عرفت الانكريمنت والديكريمنت. طب هو انا اصلا هستفاد ايه لما اعمل انكريمنت والديكريمنت؟ الانكريمنت والديكريمنت هو ليه استخدام كتير، زي مثلا الفور لوب هنجيلها ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه، ان انا بقول له والله اعمل حاجه معينه وبعد ما تعمل الحاجه دي زود لي على الفاريبل ده واحد، او كرر لي الفاريبل ده مره، او اعده لي كمان مره، اقعد كل شويه ايه زود واحد او نقص واحد. طبعا انت ممكن تعمل تزود عليه 2 3 4 زي ما انت عايز، بس هو هنا البلس بلس بيعادل في الكومبايلر ان هو بيزود واحد. طيب ده كده الانكريمنت والديكريمنت، ان احنا ازاي نزود وننقص. يبقى احنا كده في الفيديو ده اتكلمنا عن الانكريمنت والديكريمنت، الزياده والنقصان. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنبدا نتكلم عن حاجه اسمها البريوريتي اوف اوبريشنز، او اولويات العمليات الحسابيه. زي ما احنا عارفين في الآلة الحاسبة إن في أولويات للعمليات، في أولويات للعمليات الحسابية، زي إن الضرب قبل الجمع والطرح وهكذا. فده برضو ده برضو موجود في الكومبايلر، وهنشوفه إن شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.